يواصل فيروس كورونا المستجد تسلله لفئات الشعب العراقي كافة، وقد وصل هذه المرة للكوادر الصحفية والإعلامية العاملة في محافظة كربلاء المقدسة، حيث أعلنت نقابة الصحفيين عن إصابة أكثر من 20 صحفياً وإعلامياً بهذا الوباء، ومنهم كادر قناة زاكروس والذي يواصل الحجر المنزلي لليوم 9 على التوالي. توصل لحد هذا اليوم ما يقارب 20 إصابة. هذه الإصابات حقيقة تنوعت بين الشفاء التام وكذلك أعراض، وكذلك منهم قد تؤكدت إصابتهم من خلال المسحة والإجراءات الطبية. من ضمن الأخوة أو الزملاء الذين أصيبوا زميل معتز العبودي مراسل قناة زاغروس، هذا حقيقة تم التواصل معه من خلال فرع النقابة، ولله الحمد الآن يعني حالته مستقرة. كان هناك متابعات لجميع الأخوة والزملاء الذين أصيبوا والذين لهم أعراض أيضا، وكذلك الذين تم تماثل الشفاء التام من خلال فرع النقابة، وتقديم بعض التسهيلات اللازمة لهم من خلال تشكيل فريق صحي وطبي إذا اقتضت الضرورة لمراجعتهم داخل منازلهم. الصفوف الأمامية في جبهات الحرب ضد فيروس كورونا المستجد لا تقتصر على أفراد الرعاية الصحية، فالصحفيون يغامرون يوميا لنقل آخر أخبار الوباء من داخل المستشفيات ومن خلال إجراء المقابلات مع الأطباء والكوادر الصحية والمسؤولين وحتى المرضى، مما يجعلهم عرضة للإصابة بهذا الوباء. خلال تغطياتنا الصحفية وحضورنا المؤتمرات، إضافة إلى تواصلنا مع الكوادر الصحية والقوات الأمنية من أجل إجراء اللقاءات الصحفية، وعملنا الإعلامي خلال هذه فترة جائحة كورونا أدى إلى إصابتنا بهذا الفيروس العين. أصابت بفيروس كورونا أثناء التغطية الإعلامية، كنت متواصل مع رتبة الحمويات في مستشفيات، والآن أخضع في الحجر المنزلي، وإن شاء الله بعد الشفاء التام إن شاء الله نتواصل من التغطية الإعلامية، ونتمنى الشفاء العاجل لكل الزملاء الإعلاميين. وهنا في مدينة كربلاء المقدسة، حيث دشن مجموعة من الصحفيين والإعلاميين حملة تآزر مع زملائهم الذين أصيبوا بهذا الوباء تحت عنوان صحفيون في مواجهة كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها هو جمع المساعدات لزملائهم وبإشراف نقابة الصحفيين في المحافظة. من داخل الحجر المنزلي في كربلاء المقدسة، معتز العبودي.